بدأ القضاء في إسبانيا الاستماع لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي الذي رفعت شكوتان في حقه بتهمة التعذيب وارتكاب مجازر إبادة، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي لاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد. وأدخل غالي زعيم الجبهة الشعبية في نيسان إبريل إلى المستشفى في لوغيرونيو بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد 19، ويخضع للاستجواب عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا من أحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد في جلسة مغلقة بدأت قرابة الساعة، ولم يوجه الاتهام إلى غالي في أي من هذين الملفين، إلا أن هذه الجلسة هي محط اهتمام كبير في مدريد والرباط على حد سواء بعد توتر على أعلى المستويات في الشهر الأخير. وكان المغرب قد اعتبر أن القضية تشكل اختبارا لمصداقية الشراكة بين البلدين، وأصر على توضيح صريح من الجانب الإسباني وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.